عدلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكية تعريفها لمفهوم الاتصال الوثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا في تغيير يتوقع أن تكون له تداعيات كبيرة. والتعريف السابق كان بيشير إلى أن الاتصال الوثيق هو شخص قضى 15 دقيقة متتالية على بعد مسافة أقل من مترين. أما التعريف الجديد فيشير إلى قضاء الشخص 15 دقيقة أو أكثر وعلى بعد مترين وعلى مدار 24 ساعة من الشخص المصاب. وبحسب العلماء فإنه اللافت في التعريف الجديد هو تحديد المخالطة بأنه التقاءه مع مصاب على فترات قصيرة مجموحة 15 دقيقة أو أكثر، مش 15 دقيقة متواصلة. أعلنت شركة واتساب بشكل رسمي إمكانية مستخدمي التطبيق تجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد بعد ما كانت المدة القصوى في التطبيق سنة واحدة فقط. شركة واتساب قالت إنها غيرت خيار الكتم لمدة سنة ووضعت الخيار بقائمة الخيارات الدائمة، وهذا الأمر اللي اعتبروه ناس كتير خيار ذكي بعد ما كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام. وبررت واتساب الخطوة إنها بتطمح لتلبي كل أذواق مستخدميها وراحتهم خلال استخدام الواتساب. طلاء بديل للمكيفات، ابتكار جديد من العلماء والسبب إبقاؤه للمباني باردة حتى تحت أشعة الشمس الحارة. وبحسب مجلة سيل ريبورتس فيزيكال ساينس فإنه تبريد المبنى أهم من تدفئته في مناطق في الولايات المتحدة وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية والخليج العربي. اختبارات الطلاء أثبتت نجاحها وبينت أنه في وقت الظهر بتكون درجة الحرارة أبرد بمقدار درجتين من الخارج، وفي الليل بيكون الفارق 10 درجات مئوية. وأفادت الدراسة أن الاختراع الجديد رح يكون أقل كلف اقتصادية للشعوب وتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية للتبريد خلال الصيف. رغم أنه العالم لا زال بيواجه أزمة كورونا إلا أنه بعض العلماء قرروا يدرسوا كيف رح يكون وجه العالم بعد الوباء، ومنهم خبراء أمريكيين. صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت إنه الخبراء راجعوا 90 دراسة لمساعدتهم على التنبؤ بزمن ما بعد كورونا وكيف يمكن لكوفيد 19 أن يغير السلوكيات الاجتماعية. الخبراء توقعوا أن تؤدي التداعيات النفسية لفيروس كورونا إلى انخفاض معدلات المواليد وزيادة فترة العزوبية، وراح يكون لانخفاض المعدلات المواليد أثار كبيرة على المجتمع والاقتصاد وراح يؤثر على فرص العمل ودعم المسنين. بدأت شركة فيسبوك بشكل رسمي البدء بدمج تطبيق ماسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستغرام للعمل من خلال منصة واحدة. ميزة المراسلة الجديدة عبر التطبيقين بتعني إمكانية إرسال الرسائل من ماسنجر لأصدقائك في تطبيق إنستغرام أو العكس. وفرضت الشركة بعض القيود على الميزة مثل قصر الرسائل على الأشخاص ومنع الإرسال إلى المجموعات في ماسنجر أو صفحات الفيسبوك أو مجموعات إنستغرام. وبيّنت الشركة أن التطبيقين ما اندمجوا بالكامل بحيث ما راح تظهر محادثات ماسنجر الخاصة بك فجأة في إنستغرام أو العكس، والقصد من الميزة هو مراسلة الأصدقاء مباشرة من التطبيق اللي بتستخدمه. في اكتشاف مثير ومزلزل أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيم برادستاين وجود مياه على سطح القمر، وكتب برادستاين على تويتر أنه ناسا تأكدت من وجود مياه على سطح القمر المقابل للشمس للمرة الأولى باستخدام تلسكوب سوفيا، وأضاف أنه اكتشاف المياه على القمر يعتبر عامل رئيسي في الخطة الاستكشافية الأمريكية للقمر. النتائج أشارت أنه الماء ينتج على القمر أو من مصادر خارجية ويتم تخزينه في المناطق القطبية للقمر، وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإعادة رواد الفضاء إلى القمر سنة 2024 لتكون نقطة انطلاق لأول مهمة بشرية إلى المريخ.